سوينا الحركة اللي دوبك كيف تسويها؟ لا ابغاك تسويها عشان اقدر اسيبها. كيف؟ كيف؟ ايوه امشي امشي شوي بس زين عيني. ايوه بس تمشي عدل ها؟ امشي زين عدل. خلي بالك في براز على هاي اللحظة. يعني ما في احد بيجبرك انك تسوي الشغلة هذه صح؟ انا اعرف انه يجي كل يوم هنا على قد الحال. اشوف معه حد. ونجي عندنا كل يوم احنا موجودين هنا. طيب يا ناس انصحوه قولوا له بيع مويه خلنا من اقل ظروفك ما اعلم بالله ايش نسوي. لكن انا الله اعلم من ما نخش هذه الشغله. شوفني كل يوم وانا ابيع حلاوه. انا عارف كم مره تجي وانا ابيع حلاوه. انت عارف يعني الزعل ان هم الشباب اللي بيسووا الموضوع حق العارج هذا وانتم الكبار يعني كلمته شايفين الصح يعني بيبيع مويه بيبيع ورد بيبيع حلاوه بطنيه بس الشباب هم الصغار اللي بيسووا الموضوع هذا. قال بس الظروف اللي جبر انه تخليه يسوي كذا لكن ايش طيب ايش هو السؤال هو ظروفه اصعب من ظروفك انت؟ الواحد يقدر. طيب انت متزوج؟ انا متزوج وعندي ثلاثة عيال الحمد لله. انت متزوج؟ لا. طيب وانت انا عندي ثلاثة اولاد اثنتين بنات واحد ولد الحمد لله عندي اهل لكن للان انا مفترق لحالي بيت لحالي الحمد لله من الحلاوة حصل لي 1500 2000 بالشهر بعض الشهر 500,000 من الحلاوة الحمد لله حلال زلال ما اخش في الشغلة هذه خير شر. يعني بيسوي هذا انت في رايك حرام؟ هذا هو مستفيد لو وقع له 100 150 يقول لك اني كبير احسن ما يتباهى احسن يقول لك ما يديها حلال. انا قلت حاجة عيني عينه لكن انا الحمد لله لا حصلت لي حلاوة ولا 50 ريال خلي 30 تك تندس الجيب و20 مصاري ما عندي مشكلة ولا الشغلة هذه الشغلة هذه اللي ما يشحت واحد الا من ظل. اكيد اكيد اي واحد ما يطبق هذه الشغلة الا ظروفه قال انا اعرف ان عنده اخوان وكذا في البلاد حالته ما اعلم والله بس صعب ما معلش يشتغل هذه الشغلة وفكر ما انه يحصل فلوس ولا ما يحصل حصل له 1500 2000 ورسل به هي تطلع برا ما هو يستفيد من ناشي فكر يستفيد من الشغل يجي لها مرض يجي لها اي حاجه لكن لها حلال شوف زي 10,000 حق المادة اليد ولا للاسف الحلال ما يجيب فلوس زي الحرام أي. في المهنه هذه لا. حط 1000 حلال و1000 حرام وطلع كل يوم منه شوف اين اللي بتاكل منه ويزيد واين اللي يخلص بعض الواحد يعطي فلوس يقول لي انت تستحقها الله عليك بخير ان شاء الله والناس ما من حقها ان شاء الله بيطلع عليك ريال بريالك ايش بعض الواحد ما يعطيك الا بعد ما يديك هذا ال ايش اسمك؟ عبد العزيز. عبد العزيز كيف حالك؟ ف كم بتجيب في اليوم بتبيع حلاوه بطنيه؟ 50 ريال 50 ريال ايوه وهذا كم بيجيب في رايك؟ صور كذا كذا مرحبا طيب انت ليش ما بتسوي عرج زيه؟ لا انا اشتغل 50 حلال زلال حلال زلال طيب لما تشوفه يسوي كذا ايش تبغى تقول له؟ ايش تقول له هو؟ طريق تقول نشعل وجه الليل نستمع نصيحته لا ما في نقرب بالصبح في المويه نبيع لنا 2-3 كرتون في العصر حلال العصر حلاوه 100 حبه نبيع لنا 50 صافي من دون حق المصاري حق الصباح المويه اللي احنا نبيعها حق مصاري والحلاوه اللي نبيعها في العصر نوفرها الحمد لله 30 40 تصفى يعني حق الصباح نبيع مويه ممكن قد مريت النهار واحنا نبيع مويه هذيك حق مصروفنا وهذه اللي نبيعها في العصريه الحلاوه حق نمدح حق مصاريف للبلاد وهذه حق مصاريف سكن حق مصاريف اكلك حق كذا على انت عارف الوضع ايوه الوضع على ما تشوف تقرا ان شاء الله تحصلين ابيع خلاص هه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